تعرف حضرتك؟ حسب حسن عبد الغفار عضو حزب مستقبل الوطن. بس حسن ممكن تكلمنا على المعرض وعدد الايام ويشمل المعرض؟ المعرض يشمل كل حاجه من ادوات المدارس زي مدرسي، شنط، احذيه، كل ما يحتاجه الطالب، ادوات مدرسيه، كشاكيل، شرابيس، كل ما كل مستلزمات الطالب في معرض الحزب. التخفيضات بتصل عندنا 50%، السعر هنا 50% خصم عن اي مكان بره، كل المنتجات اللي جوه المعرض. اسباب انشاء المعرض ومدته قد ايه؟ طبعا احنا السيد الرئيس في كل خطاباته بياكد ان هو مش هيشتغل لوحده، وان احنا كلنا لازم نشتغل، كلنا لازم نقف نعمل حاجه لمصر، كلنا نتعاون بنعمل حاجه لمصر، كلنا بنخلص في العمل فالعمل بيطلع زي ما حضرتك شايف. وبناء على تعليمات السيد رئيس الحزب اللي وجهنا ان احنا نعمل حاجه مجتمعيه مفيده زي المعارض ديت في فتره المدارس باسم الحزب، تفيد المواطن والمواطن ياخد حقه من كل المستلزمات دي باسعار مخفضه، بنشيل من عليه بعض العبء، بنتعاون مع الدوله، كل ده في خدمه المواطن. مده المعرض هيبقى قد ايه؟ مده المعرض اسبوع.